جوجنهايم، ألبرت سلامي، كينغلي جامبي، توم توماس، تامبورين ماكولين، وهناك أيضا بطريق بيت ستيف. لكن أعتقد أن أسوأ اسم لهذا الضفدعي هو انتظر لحظة، كريغ. أين نحن إذن؟ في الغابة. أعني ما الذي نفعله هنا؟ عائدان إلى البيت. كريغ، ضللنا الطريق، كان علينا ترك أثار لنقص فيها. أستطيع رسم طريق من الحلوى هذه. أسمعت؟ نعم. أتعتقد أنه شخص شرير وقاس جدا يتربص للناس في الظلام؟ كريغ، كريغ ستسبب لنا المتاعب مجددا. فلنطلب منه المساعدة. لا، لن نطلب منه المساعدة. لكن حس أنت. بل أنت. أنا سوف رحل. هل كنت محقا إذن؟ ربما أنا أستطيع المساعدة. أنتما تائهان صحيح؟ ما الذي أراه هنا؟ اسمع، أنت تصوع نفسك وأنا أجيب على سؤالك وبعدها. لا كريغ، إن عقل العصفور صغير لا يساعده على الكلام. عفوا، ماذا قلت؟ أعني فقط أقول أنت غريبة غير طبيعية. أعني يا إلهي، لا تتحدث إلى العصفور. ماذا؟ ماذا تفعلان هنا؟ من أنتما؟ وأراكما لاحقا. سلام. اهدأ يا سيدي، سنفعل كل ما تأمر به، نريد فقط العودة إلى البيت من دون أن يصيبنا مكروه. الغابة ليست مكاناً للأطفال، ألا تعلمان أن الوحش قريب من هنا؟ الوحش؟ لا نعلم شيئاً عن هذا، نحن تائهان ونبحث عن البيت. إذن مرحباً بكما في المجهول، مصيركما مجهول حقاً. وحيد حزين في عالم مجهول، تائه هو وبعيد، كل ما عشناه بات صدى ذكريات، من أين أتينا وما مصيرنا؟ إن ضاعت الأحلام فلنسرح في الخيال، كيف تطير أوراق الأشجار المصبوغة بلون الخريف؟ بعيدا جدا خلف سحاب الماضي السحيق يوجد مكان لم يره كثيرون، مكان غامض يسمى المجهول. حكايات طويلة منسية عن المكان انكشفت للمسافرين عبر الغابة. لقد طلع الصباح يا ورت، ولكننا لم نجد المدينة حتى الآن. نحن نسير في الطريق الصحيح، أليس كذلك؟ هل سمعت شيئا مما كنت أقول؟ لقد مضت ساعتان وأنا أقول لا، ولهذا السبب سوف أسبقك بعشرة أقدام. النجدة! ها؟ أسمع شيئاً. ربما تتخيل هذا. هاي انظر، بوتسفيلد بعد ميل من هنا، مدينة. فلنذهب من هنا. حسناً، فلنذهب من هنا. لا. مرحباً. هاي أنت. من أنا؟ نعم أنت. مرحباً. أنت مجدداً، أنا عالقة، حررني وسأدين لك بخدمة. واو، سأحصل على أمنية؟ لا، ليس أمنية، لا أفعل هذا، سأرد لك الجميلة فقط. تجلبين لي نمراً؟ لا، قلت لك أني لا أفعل هذا. لا يهم أن يكون نمراً ضخماً. كريغ، لا تحدث الشجيرة. حسناً. شكراً، أدين لك بخدمة. إذن أنتما طفلان تائهان بلا وجه صحيح؟ أها. ماذا لو أوصلتكما إلى مرعى أدليد، سيدة الغابات الطيبة؟ هي سترشدكما إلى البيت؟ لا 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 لا، عصفورة تتكلم توصلنا إلى السيدة الطيبة بطريقة غامضة؟ سأذهب إلى بوتسفيلد. نعم، سنذهب إلى بوتسفيلد، هيا. ماذا عن الخدمة؟ سأفكر في أمنيتي لاحقاً. إذن لنتحدث قليلاً. اسمي هو كريغ. ما اسمك؟ بياتريس. وأخي اسمه وارت. لا يهم،
والضفدع هو ورد الصغير، ولكن قد أغير اسمه. حسناً، هذا رائع. ماذا لو ننفصل أنا وأنت عن أخيك؟ ربما لاحقاً. تحبين كونك عصفورة؟ لا. أتحبين الفطائر؟ لا، فهي تصيبني بالغثيان. أنا أكل اليرقنات. ماذا؟ كيف لا تأكلين الفطائر؟ ماذا؟ دست علي قطينة. أها، إنها مدينة، أرأيت؟ ولكن ما هذا؟ حسناً، لنذهب إلى هناك. مرحباً، مرحباً. أترى أحداً؟ لا. أراك أنت. نعم، أراك أيضاً غريك. هاي، لا أقصد الإزعاج، لكن دخول مدينة مهجورة لن يساعدكما إن أردتما العودة إلى المنزل. سوف نجد أحدهم في مكان ما. عذراً، هل يوجد أحد؟ مرحباً. آسف، أنا أبحث عن هاتف. أنا آسف. هل وجدت أي شيء؟ لا، أين كريغ؟ هل سمعت هذا؟ ها؟ الناس تطوف حولها بوكسي. هذا رائع. تقدموا إلى الأمام، سوف يبدأ الاحتفال، سوف نغني معا ونمضي أحلى الأوقات. فلتسمح لي، هل جهزتما الخضار حتى تحتفلا بالحصاد معنا؟ أترددون أزياء تنكرية؟ بالطبع، اليقطين لا يتحرك وحده، صحيح؟ لا، نعم، لا. جيد، أنني أعجز عن خلعها. توافقانني أن هذا المكان مريب، صحيح؟ إنه مجرد احتفال تقليدي، حيث يتنكرون في شكل خضار ويرقصون حول هذا الشيء. شكلهم لطيف حقا. حسناً، أنت لا توافقني، لا بأس، لكنني أقول إنه يوجد شيء غريب في هذا المكان. حسناً، ربما سأجد من يساعدنا على العودة إلى عند البيت. ابقى بعيداً عن المتاعب. بياتريس، شكراً، لكن يمكنك الرحيل. أنا لا أستطيع، يجب أن أساعدكما كما ساعدتماني، إنه ميثاق شرف عندنا. حسناً. بياتريس، هل تودين أن ترقصي معي؟ لا شكراً، لا شكراً، لا شكراً، قلت لا شكراً لك. مرحباً، ألا تظن أنك صغير على هذا؟ ماذا تعنين؟ أعني، أنت لا تبدو مستعداً كي تشاركنا بعد. أشارككم؟ نعم، لا، أنا عابر فقط. يفضل الناس ألا يمروا من بوتسفيلد. أوه، حقاً؟ نعم، المكان لطيف. في الواقع أريد المغادرة بأسرع طريقة. ماذا؟ ماذا؟ مغادرة باسفيلد؟ من يريد المغادرة؟ ماذا سيغادر؟ أوه، هل سنغادر الآن؟ فلنرحل في هذه اللحظة. نريد العودة إلى البيت. إنه دخيل. جاء ليستولي على المحصول ليفسد الاحتفال أو لينزع حذاء اليقطين. لا، أنا الآن توقفوا جميعاً، دعونا لنستبق الأحداث. إينوك، ماذا سنفعل بهم؟ أنا ذاهبة. حسناً أيها الصبيان، كيف وصلتما إلى مدينتنا الصغيرة؟ حسناً، نحن كنا نبحث عن البيت، وصلنا إلى هنا عن طريق الغابة، ورأينا المزارع والمنازل وقلنا جيد، هذا مكان طبيعي وأناس طبيعيون. وخطونا على يقطينتين. نعم، ثم سمعنا الموسيقى في الحظيرة حسناً، أيمكن أن نرحل؟ سأكون واضحاً، جئتما إلى هنا، سحقتما المحاصيل وقطعتما احتفالنا الخاص، والآن تريدان الرحيل. نعم. لن تديننا، ليس لديك دليل. تحاول هذه الهروب. أطلق سراحي، أنا لا أعرف هؤلاء. حقاً؟ يحزنني أنكم لا تريدون البقاء معنا، بخاصة أنه علي معاقبتكم على تجاوزكم. قلت لكما أن هذا المكان سيء. بناء على تعليمات غرفة بوتسفيلد التجارية، أجدكم مذنبين بانتهاك واختراق الأملاك وتهديد الأمن والتدمير. والتدمير؟ لا، ليس التدمير، أقصد أشياء أخرى، وأحكم عليكم بساعات من العمل اليدوي. لحظة، ماذا؟ هذا فقط؟ فعلا؟ نعمل بجد في الحقول، نتعب جدا والوقت يطول، شمس حارقة ولا استراحة، ماذا سأقول؟
اشتقت إلى بيتنا إلى الجيران في حينا. سنعود من جديد وسوف نحيي العيد. سنرحل من هنا. فقط بضع ساعات من العمل اليدوي وننهي المهمة. وبعدها ماذا ستفعلان؟ سوف تتسكعان هنا وهناك في الغابة دوما إلى الأبد. ربما سوف نظل في بوتسفيلد. المكان لطيف. لا أعرف، لا أعرف. ولماذا تحفران هذه الحفرة أصلا؟ ربما لزراعة البذور. وربما هناك غرض شرير حقا. ويرت، وجدت كنزا. أوه فعلا؟ رأيت بياتريس؟ ماذا وجدت؟ وجدت عظاما. هذا مخيف جدا. كنت مخطئا، أخطأت كثيرا، لا أعرف طريق البيت. استخدمي قدميك لفتح الأقفال. الآن تريد مساعدتي؟ لا، أنا لا أريد مساعدتك. نعم أريد مساعدتك بياتريس فعلا. انتهى الوقت. أنهيت مع الحفر؟ نعم. رائع. إذن انتظر. لا لا. ألهيهم أكثر. حسناً، نعم. لقد كنا نحفر ووجدنا صخوراً كثيرة هنا. لا تحبون الصخور، صحيح؟ لا أعتقد هذا. لا، لا نحب الصخور. بصراحة، كنا نفكر كيف نتخلص من الصخور. هذه فكرة جيدة. صحيح، أجل، كنا سنتخلص من الصخور و... ماذا؟ تركاني. إذن ماذا حدث للصخور؟ الصخور، نعم، كانت تسد الطريق إلى بئر الطين. تفهمون؟ مرحبا بعودك. مرحبا بعودتك لاري. ولكن ما هذا؟ إدوارد، هذه لك. لا أصدق أبداً ما أراه. شكراً لإعادة الحياة للحافل. أوه حصاد رائع. وماذا عنك؟ تريد الرحيل؟ أنا نعم. أوه حسناً، مرحباً بك هنا دائماً. لما ما زلت هنا؟ ماذا تعنين؟ لقد تركت ماني. أو هيا. هل يطاردوننا؟ لا لا. اعتقدت أنكما. قل شكرا. شكرا لكما. أظننا متعادلين. لست مدينة لنا بعد الآن. أتمنى، لكن لم تكونا في خطر حقيقي هناك. أوه فعلا، إذن أنت سترشديننا إلى البيت. وجدتها، أتمنى أن يصبح لدى ضفدعي أظافر كي يلعب الجيتار. إذن نعم، سأخذكم إلى أدليد. على أي حال أنا ذاهبة إلى هناك. لماذا ستذهبين إلى أدليد؟ لأنني ربما أحاول العودة إلى البيت أيضاً. هذا غريب، ماذا تعني؟ لست مضطرة بأن أخبرك بشيء. حسناً، أتمنى أن تساعدنا أدليد أكثر من الحطاب. كانت إرشاداته سيئة حقاً. أعرف من هي أو حتى شكلها، لكن نحن ذاهبون إليها لأدليد. سنذهب. رافق ما إن كنت ترغب. لا أدليد، هيا بنا إلى منزل أدليد. أحتاج إلى تعديل هذا الجزء تعديلا بسيطا. إذن هي ستغنين الطبقة العليا، ويرت ستغني الطبقة الأعلى. ماذا؟ و... لا أحد منا سيغني أي شيء بعد الآن. ويرت، أكمل السير. ولكن يجب أن... حسناً، علينا أن نفعل شيئاً مسلياً. في الواقع لا نريد، سوف نكمل السير في صمت تام، مفهوم؟ و... ويرت، هيا بنا، هيا امشي. آسف، آسف. ولكن ألا يجب... غريغ، ألا تريد تقليد أخيك؟ تفعل فقط ما يملى عليك. شخص عادي جداً لا يتخذ قرارات في حياته. هاي، ماذا؟ أنا لست هكذا أبداً. انتظر ويرت، دعني أكمل لو سمحت. حسناً. أرأيت غريغ؟ شخصيته ضعيفة للغاية. عليك أن تقلده قليلاً. لكن هذا لا يبدو مسلياً. ليست كل الأشياء مسلية غريغ، عليك أن تعتاد هذا. إذن سأفعل ما علي فعله. شكراً لك. إذن فلنركز على الوصول إلى أدليد حتى أنتهي من هذه المهمة بأكملها. وسيكون رائعاً لو أسرعتما الخطى قليلاً. حسناً، اتفقنا؟ هاي، أين غريغ؟ ربما يتجول قليلاً. هذا لا يصدق. علينا فعل المستحيل لنجعل العالم أفضل.